يا رسول الله هو المعلم والدنيا تلامذته هو المعلم هو المعلم والدنيا تلامذته منارة العلم في كل الميادين دعا إلى الله دعا إلى الله في حب وفي أدب وفي سلام وفي رق وفي لين دعا إلى الله في حب وفي أدب وفي سلام وفي رق وفي لين وكان أرحم من أم على ولد وكان أرأف حال بالمساكين لم يرفع السيف جبارا ولا ملكا لكن ليدافع عن عرض وعن دينه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكل سنه وحضرتك طيب. برحب بيك المنشد الكبير عبد الرحمن بلالة. انت طيب. ايه الصوت الجميل ده. برحب بيك وبرحب بالفرقه اللي منورانا النهارده. كل سنه وانتم طيبين. ذكرى المولد النبوي الشريف بتهل علينا كل سنه برائحه عطره بتسعد قلوبنا. ويعني احنا النهارده سعداء معاكم وبنقدم لكم حلقه خاصه بالمولد النبوي الشريف كلها انشاد ديني وغنى في حب الرسول عليه الصلاه والسلام. برحب بحضرتك. اهلا بيكي. ومبسوطه ان انا بشوفك في يعني مناسبه حلوه. الحمد لله. كل سنه طيبه. وحضرتك طيب. ابتدي معاك بتعريف عنك سريع ومشوارك الفني بدأ ازاي؟ يعني مشوار الفني ابتدى بحكم ان انا كان والدي مبتهل رحمه الله عليه يعني. فمن صغري كنت اروح معاه يعني بيقوموا يجوا عندنا في البيت المشايخ يعملوا الحاضره يقولوا بقى فيها حاجه اسمها دلائل الخيرات والبردة البوسيري والصلوات والجو ده يعني. تمام. فانا عشت الجو ده فابتديت احفظ منهم حتى اللغه ابتديت اتعلم منهم ما بيقولوا الحاجات دي منهم. لحد ما كان زمان في مراكز الشباب او الدراسه زمان بقى على ايامي كان في التربيه الموسيقيه دي كانت حاجه مهمه جدا في فاول حاجه اتعلمت الكمانجه. يعني حبيت الكمانجه فتعلمت الكمانجه. يعني اشتغلت مع مشايخ كتير قوي. مع المداحين والفنانين الشعبيين وكده بتاع. خدت فتره كبيره مع ده. كان سنك قد ايه في الفتره دي؟ انا اعتبر اشتغلت كمحترف وانا في ثانوي. يعني وانا في اعدادي دي كنت بعزف كده حاجات في المدرسه وبتاع وكده وانا حابب الاله واحضر حفلات وكده بتاع وبرده في المدرسه يعني. وانا في ثانوي بقى كونت مجموعه كده كانت معايا برده كانت فرقه موسيقيه ما كنتش لسه غنيت يعني. ايوه. لحد ما جت المصادفه بقى الحمد لله رب العالمين ان كان الاحتفال بالليله اختمام السيده زينب والمنشد اللي جاي معانا ما جاش واحنا في الميدان بقى والدنيا مقلوبه في الليله الكبيره بقى بتاع السيده زينب يعني. فالراجل صاحب الشغل اللي هو المفروض الرئيس اللي جايبنا مش عارف يعمل ايه. قلت له طب بص انا اقدر اغني ساعه ساعه ونص كده. لان اي عازف كمانجة لازم يبقى حافظ حتى الاغاني اللي بتتقال يعني. أي. بالنسبه دايما حتى ما يكون في مقطوعه موسيقيه لام كلثوم ولا لحد فدايما الكمانجة مثلا اله من الالات اللي بتغني زي الناي او في كده يعني. فانا طبيعي حافظ حاجات ذكر يعني انشاد ديني يعني.
فالمولد طبعا ناس كتير بتبقى معديه، فالساعه ساعه ونص دول طبعا ايه على ما يخلصوا اقولهم تاني بقى لحد ما الليله دي خلصت. فكان من نعمه ربنا وفضل ربنا عليا افضله عليا ان في السنه دي كان في مذيع، ده كان اقوى برنامج فن شعبي بيجي كل يوم جمعه اسمه انغام من بلدنا. كان اسمه السيد علي السيد. ده كان المذيع ده بيخش بالكاسيت كده، كان زمان زي برنامج على برنامج على النص كده كاسيت وبتبتدي تذيع يعني. فدخل سجل معاه الحلقه بتاعت يوم الثلاث، يوم الجمعه كانت بتذاع في الاذاعه. ايوه الناس سمعوني. شركه كاسيت اما كانت كاسيت بقى وجو عز الكاسيت، وكانت كمان شركه مش شركه كمان يعني شركه شعبيه بتاع اللي كانت شركه اسمها اس ام تي الانتاج الفني، كانت حاجه راقيه قوي كده. هو الراجل كان عمل شريط لمطرب واعتقد انه كان لبناني او حاجه زي كده او سوري، والشريط ما عملش معاه مصلحه يعني ما اثر عليه، فقال له واحد يقول انشاد ديني ذكر. فعملت معاه يعني اتنين كاسيت في نفس الوقت يعني، وبعد كده حصل اعتمادي بقى في الاذاعه. نجح الشريط ومن هنا بدات. حتى ما جيت اعمل اعتمادي الاذاعه، انا الكلام ده كان سنه 79 80 شريط اسمه سهره فريق الرسول. اما جيت اعمل اعتمادي في الاذاعه اعتمدوني سنه 82 اذاعه و83 تلفزيون. في 82 حتى سالوني في اللجنه انت بتعمل الاعتماد عشان تعمل كاسيت؟ لان كان ممنوع منعا باتا اي حد ينزل كاسيت لازم يكون معتمد. اختلف الوضع طبعا تماما دلوقتي يعني. ايوه انا فاهم. فقلت لهم ده انا عامل انا عامل انشاد كاسيت اسمه يدخل لجنه ويعتمدوه. فانبسطوا بقى، عرفوا بقى ان ايه ان انا ايه يعني ايه في سكه الانشاد والجو ده يعني. خدت بقى فتره كبيره قوي مراحل حياتي بقى سفر بقى بره مصر يعني. طيب مين كان في اللجنه لجنه التحكيم اللي كان بيختبرك؟ ما هو انا وانا جاي في الطريق للمدينه جت بالصدفه انا والفرقه الموسيقيه بحكي لهم ان كان استاذ احمد صدقي، استاذ رفعت جرانه، استاذ الموجي. يعني الموجي اساتذه كبار ادوك الاجازه وادوك الثقه في نفسك ان انت معتمد كمطرب مطرب شعبي شعبي. طيب كان ايه الحكم وقتها او قالوا لك ايه ساعتها؟ هو قال لي قول ليل يعني، سمعنا ليل في الاول كده. انا قلت ليل بقى وعملت يعني ايه السلطنت منها يعني، ممكن تبقى بتقلل من مقام معين والمقام ده يتشعب لحاجات تانية. طب احنا هنفكرك بيا ليل دي يعني مثلا قولها لنا كده رزل الصول كده يعني هو مثلا مقام الرزل اللي انا اقول منه ده ممكن اقول منه مثلا ايه حاجات تحويلات في النص يعني حاجه اسمها سيكا تركي، حاجه اسمها يعني هنعملها كده تجربه كده. يلا احنا بنفكرك بحاجه هي قديمه بس ذكرى حلوه بالنسبه لك. وطبعا هو يعني انا قلت الليل اصل اللي انا برتجل فممكن هقول يا ليل عين زلت قال الزمان برضو يعني زي اللي قلتها في اعتمادي. طيب. فقعد كده ماشي. يا عاشق الفن قوم اسهر معانا الليل واسمع منادي بصوت هادي يقول يا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل 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 يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا يا ليل يا ساتر الناس يا ليل يا ساتر الناس وسرهم يا ليل يا ما غنى ليك الناس من حبهم يا ليل يا ابو الحيارة الصغار بيشتكوا للنجوم بالليل يا ابو العباية يا ابو العباية الصمرة متطرزة بالنجوم مش زينا بالقمر يا ليل يا ليل يا نص اليوم أمانة أمانة يا بدر لا توصي علينا الليل ده احنا حيارة صغارة ده احنا حيارة صغارة وسطرتنا سواد الليل بيجي اللي غريب الوطن به اللي غريب الوطن والغربة ذل وويل وفيه اللي هم الزمان تقل عليه الشيل في اخر النهار يجي المسا ونتلم نتسلم الهم في المحور ونغني يا عيني يا ليل
جميل، الله، يعني مش عايزه اقول لك قد ايه اتسلطنا بيا ليل، وانا تذكرت محمد طه قدام. يعني انت متاثر بيه، شايف ان هو ده انا بتحبه، ناس كتير جدا عارفين ان انا ابنه. لان انا اشتغلت معاه عازف كمانجه، ما انا قعدت فتره، انا اشتبت منه كتير قوي. يعني خدت منه كتير قوي، ومن يوسف شتا رحمه الله عليه مع الاقامه الرئيس يوسف شتا خدت منه كتير، غير المشايخ يعني الفن الشعبي، غير المشايخ. فتعلق خدت منه حاجات كتير قوي، لانه اصل كمان طبقه الصوت بحس ان في حاجات قريبه من من منه قوي يعني. يعني من ناس كتير قوي خدت منها، يعني اتشبعت بيها قوي او اتطبعت بيها يعني. خدت يعني مثلا في مثلا مقام اسمه مقام النهواندي مثلا، من ضمن المقامات يعني حريف قوي في المقام ده عبد الاسكندراني رحمه الله عليه، ده كان عميد الموال مثلا. شربت منه ان النهواندي ايه، هو بيحب المقام ده، كان متخصص فيه قوي، يحب يقوله، وكان يغني من اي طبقه من اي حته في الدنيا يقول يعني. بس هو كان حابب المقام ده، كان بيبقى لامع معاه قوي. فانا اقوم حابب دي خلاص بقى عندي في كده. فمحمد طه، الرئيس محمد طه رحمه الله عليه، ده كان برضو كان راجل علامه من علامات الفن الشعبي يعني. بما اننا ذكرنا محمد طه يبقى هنسمع مصر جميله، بس نتعرف على الفرقه عشان نرحب فيها. عازف على الاورج امير البدري، عازف على الكوله، يعني ده عالم من اعلام الفن الشعبي، وليه اغاني طبعا كسرت الدنيا، اللي هو ما كانش عشان كده يطيري، ومش راح انسى سيد امام. عازف كوله، وعشان الحكم بحكم العشره اللي ما بيني وما بينه هو بيعزف الكوله معاه يعني. أيوه. طبعا ليه اسمه يعني. عازف على الطبله الايقاع الاستاذ نبيل. وعازف على الرق الاخ بدوي. برحب بيكم، ويعني الحقيقه انتوا يعني منورينا، واحنا مستمتعين بالصوت الجميل والعزف اللي احنا مصاحبنا النهارده في حلقتنا. طيب نرجع بقى مصر جميله، ولا عايز تختار حاجه تانية؟ نقول لك جزء من مصر جميله، في احلى من مصر. يلا قول. موال من عندي، ونقفل بمصر جميله. تمام. الاولى والثانيه والثالثه لاجل مصر الصعب كله يهون. الاولى عاشق ترابك يا اجمل بلاد الكون، والثانيه عاشق سماكي ونسمتك بجنون، والثالثه عاشق حنان قلبك يا قلب حنون. عاشق يا بلدي، عاشق يا بلدي، بحبك يا ام عود اخضر، يا قلب طيب نسيمه اطيب من العنبر، يا نبع صافي يا شمسايه يا ضلايا يا ام الفنون والحضاره، يا ساكنه جوايا وعشقك يا بلدي. لو رسمتك يا حبيبتي، لو رسمتك يا حبيبتي، حرسمك صحبة زهور، حرسمك أهرام وساقية ونيل وخضرة ونور في نور، أرسمك أجمل سفينة وأحلى مينا في البحور، أرسمك يا غالية جنة، أيوة جنة، وأكون فخور. وإن قالولي وصف حبيبتك، إن قالولي وصف حبيبتك، أوصف إزاي الحبيبة تشبه الإحساس بفرحة، تشبه الإحساس بطيبة، أوصفك أول مقابلة بين حبايب بعد غيبة. ما أنت ست الحسن، لأ ما أنت ست الحسن، لأ بدر البدور، وأحكي عنك يا حبيبتي وأكون فخور. وإن قالولي اكتبها كلمة، إن قالولي اكتبها كلمة، مصر يا كاملة المعاني، هكتبك موال وغنوة أحلى من كل الأغاني. هرسمك لحظة عبور، وأوصفك نبع العطور، وأكتبك يا مصري 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 مصري، أيوة مصري، وأكون فخور. مصري جميلة، مصري جميلة، خليك فاكر مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة، وصوتك
جميل بصراحة. ربنا يخليك. ويمكن أنا دلوقتي وأنا قاعدة قدامك وبنسمع معاك المواويل اللي أنت بتقولها اتأثرت أكتر وزعلت أكتر من الأستاذ هاني شاكر والفنانة سميرة سعيد، لأنه يعني كان لازم أن أنت تكمل في المسابقة، لأنه صوتك مصري أصيل جهوري عالي، يعني حنجرة لها قيمة بصراحة قوية. فاحكي لي على تجربتك في اشتراكك The Voice. يعني هم طبعا هم اتصلوا بيك اكتر من مره في الاول، يعني تمام انا مش في دماغي خالص الموضوع ده، ولا عمري حصل معايا يعني الموضوع ده خالص يعني. لحد ما في مره كنت في حفله خيريه بتاعت ايتام كده، وكان في الفنان راجل من الناس اللطاف قوي اللذيذ كده اسمه يعني اقول اسمه، انا مش عايز يعني هو دايما يعني مش عايزه يزعل يعني، بس انا مضطر اقول يعني راجل زي اسمه نضال الشافعي الممثل يعني. هو قال لي اما سمعني قال لي انت ليه المسابقه دي يا عبد الرحمن يعني مش ليه ما تشتركش فيها؟ قلت لهم هم بصراحه كانوا بعتوا لي، قلت لهم عشان انا مش انا كان عندي شغل بصراحه يعني، واتكلمنا مع بعضنا على اساس ان ايه وقتي ما كانش مش ظبط يعني. المهم يتواصلوا معايا فقالوا لي طب احنا من الفتره دي الاسبوع دوت، فانا كان فعلا عندي بتاع 4 ايام فاضيين في الوقت ده. المهم بعتوا لي التذاكر وسافرت يعني، اولادي اقنعوني بقى كمان يعني، قالوا لي طب ليه يعني انا في مصر الحمد لله رب العالمين جميع فنانين مصر موسيقيين ومطربين يعني يعرفوني، نجم كبير وليك اسمك وليك جمهورك ومعروف يعني. فانا قلت انا كده هتقابل مع اخواني بقى العرب يعني، هتقابل مع اخواني العرب يعني. طبعا انا يعني انا من الاقصر واسوان لحد كل محافظات مصر الحمد لله رب العالمين، علاقتي طيبه بجميع الفنانين والموسيقيين يعني. لكن انا ماليش علاقه لا بتونس ولا بسوريا. انا هي مره واحده فاكر مره كنت في حفله من الحفلات، عشان كان املي في الحياه ان انا كنت اشوف الاستاذ صباح فخري ربنا يديه الصحه يعني. كان اشوفه بس. فطبعا لما رحت المسابقه قابلت بقى طبعا، لان احنا طبعا فوق الستين كلنا. أيوة. احنا مش رايحين شباب مثلا بننافس مثلا، ولا احنا خلاص يعني احنا كلنا فوق الستين. فاتقابلت مع الاسر اللي اتقابلت معاها هناك بقى، لان طبعا انا معايا المرافقين اللي معايا زوجتي ومعايا بنتي. هم كل واحد كده يعني. فبقى مثلا معايا بقى من سوريا مثلا الاستاذ خالد السمره اللي جه في اول يوم، الاستاذ الحلاج، الاستاذ زهير من المغرب، الاستاذه مريم من المغرب، من تونس، من العراق. المهم اتقابلت مع ايه يعني، عشان اصل 32 واحد كنا مع بعضينا. قضينا ايام جميله قوي بصراحه بصراحه يعني، انا استفدت استفاده يعني غير عاديه، ان انا بقت ليا اسره عربيه في كل بلد يعني. خلاص بقت لي يعني مثلا يعني عندي مثلا في بالنسبه للمغرب في مطربه سميره سعاد حسن، قصدي اسف سعاد حسن دي مطربه قويه جدا. ايوه وممثله هي يعني. مش قادر اقول لك ان دي بقت كانت واحده من الاسره عندنا من العيله بقى، خلاص اتصال مع بعضينا على طول، بقت ليا اسره، بقينا لينا عيله يعني. عملت صداقات، عملت علاقات قوية لحد بقى يوم المهم يعني عشان انجز لك، لحد بقى يوم الحفلة وحصل اللي حصل. احساسك كان ايه استاذ عبد الرحمن وقتها؟ لا انا احساسي لقيت الاضاءة فصلوا الاضاءة يعني الاضاءة بالنسبة لي. طيب يعني انا حاسة انه اللي حصل ده بالعكس لفت النظر ليك اكتر، وحملات الدعم والحب ليك كبيرة يعني. أنا وأنا قاعدة بتفرج لفت نظري الموقف، وبعدين أنت لفت نظري أكتر وعرفتك أكتر يعني. أنا عارفة حضرتك، بس لو أنا مش عارفاك وبتفرج على البرنامج عرفتك وبقى ليك جمهور أوسع، والرأي بقى فيه الرأي والرأي الآخر في موضوعك حتى الشباب كمان. فاللي حصل سبحان الله كان إيجابي وما كانش سلبي في حقك أبدا، بكل الصور وبكل الأشكال أنت كسبت. صدقيني أنا مش قادر أوصف لك، أنا لا يمكن أتخيل عمري عمري كله ما كنت أتخيل في حياتي إني أشوف رد الفعل ده من الوطن العربي كله. عمري ما كنت أتخيل ده خالص حياتي. يعني طب اقول لك على حاجه من ضمن الطرف بعيد خالص عن الموضوع البرنامج ده. انا شفت ثانيتين لزوجتي. عارفه قلت لها ايه؟ قلت لها حاسس اللي باقي من عمري انا هعيشه لو قعدت ال 24 ساعه كده اقعد اشكرك على الموقف. فقالت لي اصل انت ما تعرفش اللي حصل.
يعني انا مش متخيله ايه يعني إيه الموقف, الموقف اللي حصل ده. فانا خفت عليك, قالت لي انا لقيتك, قلت لها ده انا لما شفتك, لما شفتك انت انا اللي اتخضيت لما انت عملت كده. بقى انا مش متخيل, كل اللي بيكلموني سواء من المغرب من الجزائر من تونس من سوريا او النقاد, أو انا مش يعني دي حاجه بتاعت ربنا يعني. انا بقول لك انه ساعات احنا بنشوف الامور انه اللي حصل ده مش كويس, لكن ربنا بيبقى شايل ولو منحة وبيبقى في طيات الموضوع شيء اخر ربنا عامله او شايله. فاللي حصل لك استاذ عبد الرحمن هو شيء ايجابي بكل المقاييس, لفت النظر ليك, ليك معجبينك, قدمك للوطن العربي. الاستاذ هاني شاكر نفسه قال انا زعلت ان انا ما لفتش, بس انا عشان ماليش في الشعبي في الشعبيات فانا ما لفتش. كان قالوا لك حاجه بعد الحلقه؟ هو زعل. هو زعل, هم كلهم زعلوا. لا هو جه حد كلمني انا ما اعرفش هو مين. انا طبعا انا ماشي, انا صدقيني انا بحكي لك اللي كان جوايا يعني. ايوه. فحد عايز يتكلم معاه في حاجه, انا ما عنديش استعداد اتكلم مع حد خالص. انت قفلت بقى خلاص. انا ما اعرفش, انا مش متخيل, انا مش متخيل. انا لفيت العالم, انا لفيت العالم غنى. انا اخر حفله, انا اخر حاجه كنت فيها. أيوه. انا كنت في معهد العالم العربي في باريس من اعلى مسارح العالم. طبعا انا كنت بقى كنت عندي حفله هناك. فايه الالوان يعني, ايه الوان الفنون ده؟ ده طربي شعبي نوبي انشاد. يعني ما انا فاكر, انا فاكر في بدايتي كنت بغني حاجات غربي لفرقه البوني ام والابا والبكراء وكنت عامل بند غربي حاجات كده يعني زمان. فحتى عارف حضرتك عارفه الزر, سمعني الزر؟ طبعا دخلت في الزر ده عشان اتعلم الزر ده واستفيد منه وحتى القصص. طب الزر هو الزر فيه يعني انت بتغني في الزر؟ الزر فيه غنى؟ كله غنى. امال ايه ده كله غنى وطبقات كمان وارتام غريبه جدا. ده في ارتام بتتقال في الزر ده حاجات كنت اقعد اسمع عنها الحاجات دي واستفيد يعني. قعدت فتره اعزف بالكمانجه مع الفرق يعني. انا فاكر في يوم من الايام كان جنب مني رحمه الله عليه بحر ابو جريشه, ده كان عالم من اعلام الاغاني النوبيه. انا كنا في فرح بتحدي من حلو ما عندي في حلوان, وكانوا جايبينه بقى على اساس يغني, فكان فوجئت انه بيعزف عود بقى. فحافظ حاجات منه مش موجوده كمان الناس ما تعرفهاش يعني, مش متداوله في الكاسيتات زي الحاجات اللي كان بيغنيها يعني. أيه. فعايز اقول لحضرتك ان كل الالوان. فانا ما كنتش متخيل, انا عارف ان حد هيلف لي, انا عارف ان حد هيلف لي واحد كرسي ولا كرسيين. انا عايز اقول لك انه قوة صوتك هي اللي خلت الناس تبص وتقول الله. طب ليه يعني؟ انا شفت الحلقة فوانا قاعدة بتفرج وسمعاك بقى وانت بتجلجل والصوت العالي وبتاع, فقاعدة منتظرة انه اي حد من الاربعة يلف بالكرسي, بس ما حصلش. فانا نفسي قلت ليه يعني. انا كمستمعة أنا شايفة إنه أنا استمتعت بالأغنية واستمتعت بالصوت واتسلطنت, طب هل هم ما حسوش ده زيي؟ فكل الناس أنت لفتت اللي انت يعني الأنظار ليك وأخدت القلوب وسبحان الله كان موقف بدل ما يبقى ضدك لا بقى معاك. والله صدقني انا دايما الحمد لله رب العالمين. يعني انا بحمد ربنا على كل حاجه, وبحمد ربنا ان انا وجودي. احنا اول ما رحنا التقينا مع بعض بنتكلم كل واحد بيتكلم كلمه يعني. فانا طبعا بمثل مصر يعني. تمام. دول مصدقوني احنا ايه, حتى كان في دكتوره معانا نفسيه كان اسمها الدكتوره غيده, فبتقول لي يا عبد الرحمن يعني انت ليه قلت الكلمه دي؟ انا بقول ايه, احنا العمر راح اكتر والباقي في علم الغيب. احنا نضحك على بعضينا, احنا فوق الستين كلنا. في الستين وفي السبعين يعني, ربنا يديك طول العمر. فاحنا مجرد, انا قلت احنا مجرد وصلنا للمكان ده احنا كلنا فايزين. احنا علاقتنا قطبة مع بعضينا قوي يعني. انا كبرنامج كانت كل حاجه في البرنامج ده انا كنت مستمتع بيها من اول رؤيه لبنان وجمال لبنان. ما دي البلد الوحيده ما كنتش رحتها. يعني انا مثلا احكي لك مثلا البحرين دي بلد من البلاد قعدت فيها 7 سنين. ياه. ما كانت البلد الوحيده في الخليج اللي كان فيها مزيكا من 89. كنت بتقدم بقى ايه هناك؟ اي نوع من انشاد ديني؟ لا لا لا, ولا لا, لا, مواويل؟ لا, 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 هم بيحبوا قوي, بيعشقوا قوي الموال. في الخليج يعشقوا الموال, او بالذات كمان الموال العراقي والموال المصري. فكنت بغني بقى موال مصري وموال عراقي واغني خليجي. يعني حتى لما كنت اتكلم هناك كمان ممكن العفه القعدي مثلا ايه, مثلا احنا في مولد نبوي مثلا نقول مثلا ايه عيدكم مبارك عليكم من عواد بدردركم حنا عندكم ضيوف.
عارفه كنت حتى كمان يطرانوا عليا ده خليجي ولا ايه. فكل والسعوديه ومفيش بلد الا البلد الوحيده دي. فربنا اكرمني ان انا اروح لبنان وربنا اكرمني بكل الفنانين اللي انا كنت معاهم دول وكرمه اللي ملوش حدود بقى ان هم ما لفوليش. ده كان التكريم بقى اللي هو ده التكريم الرباني. ما انا بقول لك هو لو كانوا لفوا كنت هتعدي كان مرور الكرام يعني وخلاص كانت هتدخل اي فريق من الفرق اللي كانت موجوده الاربعه وخلاص. لكن الموقف ده لفت نظرنا كلنا وكلنا توقفنا وبقينا عايزين نشوف اخره ايه وكل واحد قال ايه. ف يعني انا عايز اقول لك انتوا فعلا لفت النظر. سمعني حاجه بقى يلا. ايه رايك نقول اسم الحلاوه جبر؟ يلا نقول. الحمد لله ومن حمد الكريم يعطيه إن كان فقير يسعده وإن كان مريض يشفيه. الحمد لله ومن حمد الكريم زاده بيعطي الغني مال ويحلل الفقير زاده عاطي من يشاء العطا والشكر لمن زاده. سوق الحلاوة جبر وتبغبدوا الوحشين. سوق الحلاوة جبر وتدلعوا الوحشين. يا اهل العقول والنظر ابقوا على الحلوين. سوق الحلاوة جبر. البلد أم العيون السود وقعت تحت ولد واسمه كان مسعود. الحلوة بنت البلد أم العيون السود وقعت تحت ولد كان أتعس الموجود. فاتها بقاله سنة ولما زاد واغتنى فاتها قليل الظلام خلى فؤادها انفطر وضار مع الدايرين. سوق الحلال زارع الود هو الود شجر شل ولا سواء الوداد نشفت ومائه قل. يام بنشرب عسل ويام بنشرب خل يام ننام على الفراش ويام ننام في الضل ايام بنلبس حرير ويام بنلبس فل. سألت عالم بيقرا في الكتاب شاطر سند الكتاب عن يمينه والتفت قال من عاشر الخسيس بعد الغندرة ينزل
من عاشر الخسيس بعد الغندرة انزل يا ليل الحظ يا ما خدم أسياد وكانوا عبيد قدم بإيده الخدم وأخر الأجاويد الحظ يا ما خدم أسياد وكانوا عبيد قدم بإيده الخدم وأخر الأجاويد يا ما نزل عالي يا ما رخص غالي يا ما نزل عالي يا ما رخص غالي الورد لما انقطف لونه الجميل انخطف والورد لما انقطف لونه الجميل انخطف والشوك اوانه ظهر عطل على الياسمين سوء الحلاوة الله الله الله. أستاذ عبد الرحمن عايزين نرجع بيك لأول حفلة وأول أجر فاكره؟ لا أول أجر ضحكوا عليا ما خدتوش يعني قعدت فضلت سهران قعدت أغني كنت بغني بقى في فرح بقى ما خد بقى خلاص. بص احنا كلنا أول ما اشتغلنا ما كناش بنبص للأجر أول أجر ده كلنا اتضحك علينا فيه. لا منى كمان ده أنا كمان إيه يعني أنا فاكر إيه واحد إيه أنا عايز بقى إيه يعني قالوا لي بقى في شارع محمد علي بقى ما انا بقول انشاد ديني بقى وعايز برضو اخد فكره بكل حاجه يعني يعني زي مثلا ايه مره كنت في برنامج فمذيعه اتفاجئت ان انا بحكي لها عن انواع الموال يعني بقول لها الموال ده في موال اسمه خماسي وموال سبعه وموال 13 وموال 16 وموال ابيض واحمر واخضر فاتفاجئت فالحلقه كلها اتقلبت للموضوع ده يعني فعايز اخد فكره بقى اشتغل بقى مع الفنانين التانيين دول بقى وكده ابتديت بقى وانا صغير بقى رحت شارع محمد علي بقى شفت بقى الجو بقى الفنانين بيقعدوا بقى طبعا انا طبعا كنت على القهوه من القهوه اللي على قد حالها بقى لان في قهوه التجاره دي طبعا مفيش ولا حاجه من دي خالص محمد علي كانت قهوه التجاره دي بيقعدوا عليها مين في الفرقه المسيه بقى طبعا وكان بقى ماهر العطار ومحرم فؤاد شفت انا طبعا أسماء الناس دي بقى يعني. كلها في بقى مثلا قهوه ثانيه يعني تلاقي مثلا ايه فرقه احمد عدويه فرقه كتكوت الامير فرقه مش عارف الفنانه كذا الفنانه كذا كده في بقى قهوه بتاع الناس الشعبيين بقى الناس الشعبيين يعني اللي كده فواحد بقى ايه قلت لهم بغني وبغني كويس وكده بتاع قال لي ماشي خدوني بقى فرح طبعا انا خدت لحد ما خلاص النهار بطل يعني الشمس طلعت علينا مش النهار تغني هو في الاهلي لسه في مشكله اصل الراجل لسه اللي هناخد الفلوس بعدين يعني هو ايه في مشكله حصلت عندهم فهنتحاسب بعدين وكده بتاع فدي كانت بقى ما خدتش انا اجري في الليله دي ولا حاجه بس اكيد اجرك اللي انت خدته شفت مثلا استجابه الناس ليك تفاعلهم معاك في الفرح لا انا فرحت اسعدت الناس لا انا فرحت ان انا بغني خدت ثقه في نفسك لا انا كمان فرحت ان انا ايه لا فرحت ان انا بغني وبعدين ايه برضو حته ال 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 انت عارفه في بيبقى في الافراح البلدي نقطه وكلام من ده ممكن يبقى الفنان بيغني مش مشكله ومعطلين وكده بتاع فانا جه حظي بقى ايه كمان وانا بغني المكان اللي كنا فيه حته اسمها المناصره في محمد علي هي الظروف بتلعب ساعات بتخدم الواحد يعني وفجاه واحنا بنغني كده لقيت بقى ايه الميكروفون اللي هو الكبير ده بتاع زمان في قلب المربع ده بقى ايه واحد صوته بقى ايه مش عارف يعني ده واكل ايه ولا بيشرب ايه لا اله الا الله كان التلات بتاعت الفجر قبلها زمان كان ايه نص ساعه قبل الاذان فهو بقى ايه مش عاجبه الوضع ده فابتدى بقى ايه فطبعا لازم الناس تسكت بقى فجت على هوايه بقى وانا بقول انشاد ديني ما انا بقى انا انا في المجال ده كنت بحافظ الانشاد الديني بقى طبعا رديت عليه بقى قمت بقى ايه قمت بقى ايه على الحاجات عارف التهلاب بتاعت الايه طبعا لا اله الا الله وحده لا شريك له فهو لما لقى ايه مفيش موسيقى مفيش الات فسكت فسابني انا بقى خدت بقى براحتي بقى
انا بقى، ما انا كمان بقى مش انا مغني، ده كان في فنانين معايا في الليله، هم جايبيني ايه يعني، مثلا ممكن الفنان اللي كان بيغني يقعد يريح عشان يقوم انا اشرب سيجاره ولا حاجه، يقوم اغني مكانه. أيوه. انا مش جايبيني مثلا في الليله دي، لا ده جايبيني كده. لحد ما انا عملت الشويه دول بقى، خدت مثلا بتاع حوالي بتاع 20 دقيقه اعمل الابتلات لحد الاذان. ايوه. وقاعدين بيسمعوا بقى. فانا طبعا انا ايه حسيت، وهو سكت وبدا يسمع ليك. ما هو سكت بقى، ما اللي انت بتقولها قبل الفن. ما هو انا بقول انشاد ديني، انا حافظ انشاد ديني بقى يعني لمبتلين كتير بقى، ما انا يعني عارفه يعني من والدي ومن الشيخ ناصر الدين طوبار ومن من الاسامي كلها اللي الشيخ محمد عمران والشيخ ممدوح دي، كل الاسامي دي يعني عارفه، فحافظ للناس دي كلها يعني. فحتى اقول بقى الابتلاء بتاعت الفجر وكده وبتاع، ولا واحد بقى ولا في اله موسيقيه ولا في دوشه ولا حد يقول ولا بينقط ولا كلام من ده بتاع. فكانت العمليه، فدي عملت عند الناس برضو حته يعني عارفه يعني ايه، لا ده بيغني كويس. انت دلوقتي شوقتنا ان احنا نسمع منك ابتهالات، وهنروح لفاصل قصير ونرجع نسمع ايه؟ مولاي؟ لا هنقول المولد النبوي، حاجه للمولد النبوي عشان خاطر نمتع الناس بحاجه حلوه كده عن المولد النبوي. هنسمع حاجه عن المولد النبوي، انا بس كنت مستنيه ان احنا ايه نخليه جزء كبير في الاخر عن المولد النبوي، بس احنا هناخد فاصل قصير ونرجع نسمع ايه بقى عن المولد النبوي؟ هنقول ميلاده طه. ميلاد وطه. فصل ونواصل. ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. ميلاد النبي، ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعهم، أنت الشفيع لنا بيوم معاد، فضياك عم المشرقين بنوره، فضياك عم المشرقين، فضياك عم المشرقين بنوره، منذ استنار الكون بالميلاد. بحراء حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد، وأتى جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشادي. وإلى رحاب القدس، وإلى رحاب القدس سرت مكرما، وعرجت يصحبك الدليل الهادي. يا أيها المختار من خير الورى، يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا بالكمال توحدا. ماذا أقول لمدحه، ماذا أقول لمدحه، والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد.
ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمد. نادت بك الرسل الكرام فبشرت، وملائك الرحمن خلفك سجدا. لا يحصي فضلك ناصر أو كاتب عددا، ولا الشعراء يا غوث الندى. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا. مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أغثنا يا الله، أدركنا يا الله، ارحمنا يا الله. ابكي يا عيسى، ابكي يا الخطيئين، وابكي يا موسى على الظلمة والضالين. هانوا أخوكم محمد سيد المرسلين. ابكي يا عيسى، ابكي يا عيسى على خطيئة الخطيئين، وابكي يا موسى على الظلمة والضالين. هانوا أخوكم محمد سيد المرسلين. أبو جهل بيعيد في رسول الله عبد الدولار والمر، حامل لواء المحبة والخير للعالمين. بيظلموك في فرنسا وبيظلموا المسلمين، هدروا القيم والمبادئ،
هدروا القيم والمبادئ وسماحة الدين، رسموا وعابوا مهابوا سيد الكونين، إمام الواصلين، جليس الذاكرين، أنيس الموحدين، أمان الخائفين، نجاة الهالكين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، شفوق على الغلابة والمساكين، يا من للأمة شفيع وضمين، أنا في جاهك أنا في جاهك والحاضرين، لغيرك أنت يا رب نشكي جروحنا لمين؟ قمرون 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 سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، قمرون 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 سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نال، الله الله عطرها يبقى إذا مست آيادي، الله الله وكف المصطفى كالورد نال، الله الله عطرها يبقى إذا مست آيادي، الله الله وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا، قمرون 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 سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، ولا ظل له بل كان نور، الله الله تنال الشمس منه والبدور، الله الله ولا ظل له بل كان نورا، الله الله تنال الشمس منه والبدور، الله الله ولم يكن الورى لولا ظهورا، ولم يكن الورى لولا ظهورا، أنار الكون كل بنور طه، قمرون 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 سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، أم النبي خير الأنام، يوم مولده شافت ما نام، قالت كلام بنردده، يا بركة الله الأحد، يا بركة الله الأحد، يحمي والدي من الحسد وشر حسد حسد، يا عين حاسد ما تقربي، حب وكرامة للنبي، حب وكرامة للنبي، أم النبي خير الأنام، شافت ما نام يوم مولده، قالت كلام بنردده، يا بركة الله الأحد، يحمي والدي من الحسد وشر حسد حسد، يا عين حاسد ما تقربي، حب وكرامة للنبي، حب وكرامة للنبي، يا خير خلق الله مداد، يا خير خلق الله مداد، يا خير خلق الله مدد، يا كل احباب الناس اتجمعوا في حب النبي، نظرة ومدد مدد مدد، خير الأنام مسك الختام، خير الأنام مسك الختام، عليه الصلاة وأزكى السلام، نبي الرسالة وبحر الأنام، عليه الصلاة
السلام نبي الرسالة وبحر الآلام. يا نور النبي يا نور النبي بلغت المرام. لو رحت الحرم وبلغت المرام وشهدت الحمام حول المقام ادخل بنظام وبلغ سلامي على النبي. يا نور النبي يا نور النبي. لو رحت هناك وبلغت هناك ووضعت يدك على الشباك بلغ سلامي 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 بلغ سلامي على محمد يا اسم غالي يا محمد. عليه افضل الصلاة والسلام. وما شاء الله عليك يا شيخ عبد الرحمن، عايزين نسمعك التسقيف اللي جوه، يعني الناس مبهورة جوه ومستمتعة بصوتك. ربنا يبارك في حضرتك وكل سنة وانتم طيبين. هنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل مع المنشد عم عبد الرحمن. بنكمل كلامنا معاك استاذ عبد الرحمن، ويعني بجد احنا مستمتعين النهارده بذكرى الرسول عليه الصلاه والسلام، وصوتك عامل لنا اضافه في الاستوديو. اكيد برضو كل المشاهدين يعني اكيد قاعدين برضو متسلطنين معاك. لو اتكلمنا عن المنشدين، مين من عمالقه الانشاد انت شايف ان انت بتحب تسمع له تحب تشوفه؟ وانا اول ما طبعا انا من صغري كنت بسمع والدي. يعني كان اول واحد كنت بسمعه طبعا، حكم ان انا طبعا قريب في البيت. ابتديت لما ابتديت استوعب بقى اقدر اسمع المشايخ وكده، فجي حظي بقى اصدقاء والدي. كان بقى مثلا الشيخ ممدوح عبد الجليل رحمه الله عليه، ده كان رئيس فرقه الانشاد الديني في دار الاوبرا. اتعلمت منه كتير قوي. عمنا واستاذنا وشيخنا الشيخ محمد عمران ده امير المبتهلين بقى، ده بقى اللي هو ايه اللي يعتبر ايه الناس اللي رحلوا القدام قوي، اللي كان زي مثلا الشيخ علي محمود، الشيخ طه الفاشني. هو كان ايه تقدري تقولي الشيخ محمد عمران ده كان حاجه كده فريده من نوعه، يعني كل دول كل الاسامي دي يعني مدرسته مختلفه عن المدارس الاخرى. يعني مثلا كل المقرئين اسمعهم مثلا يجي في القفله، يبقى مثلا من مقام الرصد ومعامل هي قفله كلهم بيقفلوا منها كده. هو لا، ولا حد يعرف هو رايح فين ولا جاي منين، ما حدش شاف الموضوع ده خالص. اعتقد ان هو نفسه ما يعرفش، هي حاجه بتبقى رباني كده، ربنا اداله ديت. يعني زي مثلا زي الفنان اللي بيرتجل كده في ايوه، يعني لو قلت اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها اللي فاتت دي عشان اقولها تاني لا يمكن اقولها زي ما اتقالت. صعب اصلا كل مره بتطلع لان زي الموال، ما في فنانين شعبين كتير قوي. هو الموال متنوت مكتوب ما بيتغيرش. يعني مثلا قعدت بتاع سنتين شغال مع الله يرحمه الراحل شفيق جلال. انا بعلم الصبر في كل اوردر بنقوله وفي كل حفله، هو زي ما بيتغيرش. انا ممكن اقول المولده دلوقتي بعدها بنص ساعه ما اعرفش اقوله زي ما قلته زي اللي فات. ما اعرفش، انا برتجله. يعني كل مره بيبقى فيه اختلاف في اداء الموال وروح مختلفه وقفله مختلفه هو يعني هو الارتجال كده. فالشيخ محمد عمران كان ما حدش يعرف هو هيقفل فين ولا يجي منين. هو كان حاجه كده وليد اللحظه تقضي، يعني ايه ولا حد يبقى مبسادة تبقى ناس عايشه معاه كده وفجاه وصدق الله العظيم. ازاي اتقالت مننا ما حدش يعرف. يعني هو كان حتى في علم النغم كان دكتور محمد عبد الوهاب كان بيعمل له 1000 حساب وحساب، ده ليه تسجيلات موجوده على على النت وقاعد بيستمتع بيه هو بيقول. فطبعا يعني ده من ضمن الـ رحمه الله عليه اللي علمني القرارات اللي انا كنت بقولها في الحاجات القرارات دي. انا من صوتي عامل صوتي بيقولوا عليه صوت نحاسي او صوت حريمي، يعني صوت عالي. يعني القرارات دي ما كنتش اقرب منها خالص، لحد في مره يعني قال لي على معلومه كده بطريقه شيك كده وبتاع، يعني راكبين في حفله وراكب العربيه، فقال لي هات الرابع. فطبعا
قلت له الرابع ازاي يعني؟ قال لي اطلع اطلع الرابع كده. اه قلت له مش هينفع. قال لي طب هات التالت. قلت له برضه مش هينفع. قال لي طب لما يعني طبعا بالشتيمه اللذيذه بتاعته يعني انت مقضيها ليه رابع وخامس فوق؟ احنا في الحقيقة عند الناس ليه؟ انت مش فيه ربنا مديك ده؟ قعد يشرح لي. قال لي في المور بتاع العربيه عمر الاول هنا في القرارات. عمر. لذلك علم النغم علم النغم جاي من القران. يعني كل الاساتذه وكل العظام اللي اتعلموا حتى بالنسبه للمغنى لازم يكون اساسه مشايخ، لان محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه كان تعليم مشايخ. سيدة ام كلثوم تعليم مشايخ. انت عارفه حضرتك طبعا صباح الفخري ده المؤذن بتاع المسجد الاموي. ايوه يعني مؤذن مسجد. فالانشاد الديني او القران هو علم النغم. فلازم القرارات عشان يبتدى يعني عارفه الصوت يبتدى القران محتاج صوت رخيم وحنجرة قوية، فمش أي حد ولازم يبتدي من هنا يقرأ يعني قرآن. بعد كده اعمل عايز تعمله بقى. انجلى الصوت اعمل عايز تعمله بقى، هتلاقيه راح معاك في كل حتة. فطبعا يعني اتطبعت بالناس دي قوي. كان في برضو الشيخ إبراهيم الإسكندراني قعدت معاه فترة كبيرة برضو رحمة الله عليه، كان من المنشدين هو اللي أنا كنت بسمعه بس، وكان في حياته والتقيت بيه مرة واحدة أو مرتين، عمنا الشيخ محمد الهلباوي. بقى علامه من علامات في الانشاد الديني. بس ما اشتغلتش مع عمري يعني، اتقابلنا بس مثلا في ممكن مره او مرتين كده في ندوه بس. كان لكن انا كان كل قربي كان من الشيخ ممدوح عبد الجليل والشيخ محمد عمران. دول استفدت منهم كتير قوي. لكن طبعا بسمع انا مثلا الشيخ ابراهيم الفران والشيخ ناصر الدين طوبار. طب نسمع حاجه للشيخ عمران. يعني اللي احنا بنعرفها فكم لله من لطف خفي. نسمعها ولا نسمع حاجه ثانيه؟ ممكن نقول لك النبي يعني نخش بقى يعني عشان يبقى نتكلمنا في كل الالوان. الاغاني الدينيه بقى ما الاغاني الدينيه برضو لون تاني دلوقتي ما بقاش موجود دلوقتي طبعا. يعني الاغاني الدينيه مثلا رحمه الله عليه الراحل محمد الكحلاوي يعني اسرى الساحه الفنيه باغاني كتير جدا. طب ليه شايف ان الاغاني الدينيه قلت؟ بالرغم ان احنا طول عمرنا هنفضل محتاجينها. ده شيء المفروض ما بينتهيش. مفيش انتاج خالص في الاذاعه والتلفزيون لاغاني دينيه ولا وطنيه. لا ديني ولا وطني. الاثنين. انما هقول لحضرتك على حاجه، في لغه جميله قوي، اللغه العصريه بقى بتاعت الاغاني دي. يعني انا هنقول ان شاء الله، انا افتكرت دلوقتي ان احنا هنقول بعد لاجل النبي الراحل الكحلاوي في حاجه بقول مش عارف اشكرك ازاي على اللي عملته كتير ويايا، ولا خايف من بكره الجاي ما انت تملي يا رب معايا. واقف جنبي في كل دقيقه وبترضيني باي طريقه وبتفرجها في عز الدقيقه، قول لي هرد ده كله ازاي. دي كلمات الاستاذ امل الطاير. ده مازال طبعا استاذ امل الطاير، طبعا انت عارف عيله الطاير طبعا اسامي معروفه طبعا. مازال ربنا يبارك في عمره بيكتب حاجات ديني. والشاعر يوسف طه. دول اللي بيكتبوا لي حاجات ديني لكل المناسبات، يعني للمولد النبي نبوي عامل لي حاجات، عامل لي للهجره، لوضع رمضان، لاستقبال، كل المناسبات الدينيه بيكتبوا لي حاجات. كاتب لك لها. طيب نسمع لاجل النبي ان شاء الله. يا رب لاجل الحبيب النبي تسترها دنيا ودين، سايق عليك النبي وسيدي علي زين العابدين. يا رب لاجل الحبيب النبي تسترها دنيا ودين، رفعت ايدي للرجا، رفعت ايدي للرجا، وانت يا رب معين ما تردهاش خائبه يا احكم الحاكمين. تاخد بايدنا تاخد بايدنا وتنصرنا على الظالمين. الف ولامين وهاء الاسم جر انين، اصبر تنول المرام حين ترسل سفن علمين. يا مدعي الكبر هو الكبر علامين، يا مدعي الكبر هو الكبر علامين. الكبر يا مخافه ناس كانوا معلماء وعلامين. يا سيء الكبر سيب الكبر وتعالى،
يا سايق الكبر سيب الكبر وتعالى انظر وشوف القبور على اهدى تتعالى يا ما ناس كتير افترت لما بقت عالة الدنيا فانية ولا دايم الا وجه الله مغرور في مالك ومن واخد فلوس وياك المال بيبنى ويبنى كل شيء وياه ده الكبر لله سبحانه وتعالى يا مدعي الكبر جوه الكبر علمين الكبر يا ما خفض ناس كانوا علماء وعلمين وحق صورة تبارك والانبياء وقد سمعوا ياسين اللي معاه ربنا قولي يخاف قولي يخاف من مين لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي كل لجل النبي لجل لجل النبي يا إله الكل عني عني لجل النبي لجل النبي ميل عباد محد عني عني لجل النبي لجل النبي يا مجيري يا إلهي يا نصيري انت جاجي غير بابك لم يكن ليك غير بابك لم يكن ليك انا في جاج النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاج النبي دليلتنا حلوة والنبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تشفي مرضانا والنبي لجل النبي ولجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لاجل النبي والقعده حلوه بذكر النبي عليه الصلاه والسلام في ذكرى العطره. لما حضرتك بتسافر بره وبتروح باريس وامريكا وقلت لي لفيت كتير ايه نوع اللي انت بتقدمه هناك من الفن؟ يعني ما اعتقدش انه هناك في انشاد ديني ولا يعني ولا في حفلات مخصوصه للانشاد الديني في اوروبا للجاليات وامريكا العربية عموما يعني يعني احنا في فرنسا بتبقى الحفلات للجاليات العربيه اما بيكون الفرنسيين موجودين هم بيحبوا يسمعوا يعني حتى علم نغم يعني وكده انما ال 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 الغالبيه العظمى بالنسبه لنا بتبقوا العرب يعني حتى في الخليج فكل واحد بيبقى ليه لون يعني كل واحد بيبقى لون في السمع في ناس غاويه اللون الديني دوت انا احب دايما حتى في بداياتي حتى في حفلاتي ببتدي دايما بجو الانشاد احب الغنوة الشعبية قوي بس الشعب بتاعنا بتاع زمان اللي احنا اتربينا عليه اللي هو زي ايه مش الشعب الشعب اللي كان بيغنيه العظام مع الالقاب يعني احتفاظي بالالقاب يعني كريم محمود وانديل ورشدي والعزبي هو ده الشعبي مش الشعب بتاع اليمدي واللي احنا وصلنا له ده مش شعبي خالص خالص احنا 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 رايحين في سكة تانية طب ده مش شعبي انت توصفه بايه لما هو مش شعبي اوصفه تهريج احنا كان في حاجه اسمها المصنفات الفنيه المصنفات الفنيه دي الغنوه بيخش النص الاول يوافقوا عليه عشان ناخد التهره اللي هو الترخيص بتاريخه تبتدي الغنوه بعد كده بعد ما تتسجل تخش تاني يسمعوها لربما نغير يغيروا ايه في الكلام وممكن ما يتغيرش الكلام يغير المعنى يعني مثلا ممكن اقول ايه احنا عالم مخلصه يابا حلوه دي نفس الحروف هي احنا عالم مخلصه يابا
هي نفس هي هي. الكلمة بس بس النطق مخلصة. مختلف. فكان في التعين اللي هو الايه حتى الـ 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 الاعلان اللي بره او الصورة شكلها عامل ازاي. كل حرف ده يستبدل ويعدل. كان الكلام ده مفيش الكلام ده دلوقتي. دلوقتي حاجات عمرنا ما كنا نتخيل احنا نسمعها ولا اي غنوة شعبي خالص. يعني لحد دلوقتي على مستوى حتى مع في القاهرة بره مع العرب كلهم بيسمعوا غاوين يسمعوا عين نابي والنبي جميل وش عنها واك سمرة سمرة جميل واسمر امان عليك يا ليل طول. كل الاغاني هي دي الاغاني الاغاني الشعبيه. اغنيه ليها 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 معنى وليها وعايشه لحد دلوقتي وباقيه لحد دلوقتي بالعمر ده كله موجوده. طب مين من الشعبي دلوقتي ممكن يكون بيعجبك؟ يعني احنا عندنا الفنان حكيم عبد الباسط حموده. يعني دول مش رايحين في السكه اللي انت بتقول عليها. دول شعبي. ما هو ده اخر الشعبي. ما هو بعد كده ما بقاش بعد شعبي. كده ما فيش زي نجوم الطرب عندنا اللي هو كان الجيل مين البول الطرب مين الحجار. ما هي ما اسمهاش شعبي. هما بيقول لك مهرجانات. مهرجانات. هما مغيرين الاسم للشعبي. قيمه قيمه بتتقال وكلام كده ورا بعضيه. بس هي الغنوه كلمه في الاول. كلمه ولحن. يعني ايه ما كانتش تبقى الكلمه جايه بسلاسه كده وافهم الكلمه بتقول ايه. طيب ليه الاغاني دي بتعمل نسب عاليه ومشاهدات ومستمعين وجمهور والجمهور ده بيجري وراهم وبيحاول ان هو يوصل لهم ويسمعهم ليه تفتكر؟ هو ده مفروض. مش في مثل بيقول الزن على الودان اقوى من السحر؟ هو كده. هو ده اللي مفروض. هو ده اللي شغال. هم بيلعبوها من هنا. يعني انت شايف انه المهرجانات دي هي ما هي الا زن على الودان وبالتالي الناس بتروح لها من كتر ما هي بتتقال. انا فاكر حاجه زمان قلتها يمكن مثلا من حوالي يمكن 20 سنه. كانت بتقول يا تاجر الفن سيب الفن مشكارك. انا بتكلم بنفس اللغه بتاعت السوق ايامها يعني. يا تاجر الفن سيب الفن مشكارك تعبت ودن الخلايق من ضعف افكارك والذوق ذبحته بسكينك ومنشارك. مش كل من رص كلمة قال أنا بنا ولا كل من غنى صوته بيوصل المعنى. الفن تحريك مشاعر أنغام بتجمعنا والمعنى حاسب فيهم هتلسعك نارك. اسمع اسمع حاسب حاسب كل ما نمشي شوية بنرجع ناس واخدين الفن مكاسب. اللي يقول لك حلحوش واللي كلامه ما نفهموش واللي عمل لك خطبة وغنى سيبوا الفن ما تتعبهوش. عرضوا الفن يا ناس في السوق زي المشمش والبرقوق. دي كانت بتتغنى دي؟ غنيتها. اصحوا يا عالم امتى نفوق يعني خلاص من هب ودب. زن واعلن فينا الحرب. مطرب بيألف ولحن اسطوره على الفن يا رب. طب انا سمعت مطرب من مطربين المهرجانات دول كانوا جايبين له حاجه من قريب كده كليب الناس عامله عليه انا مش عارف ايه اللي حصل داخل عليه مشاهدات بيتكلم عن حاجه كده من نوع من انواع البوصومات مش حاجه كده بيقولها مش عارف طبعا عشان ما عملوش دعايه يعني حاجه قعدت اضحك عليه ضحك بضحك من قلبي عليه. ايه اللي بيقوله ده احنا ده انا فاكر احنا كنا بنجيب الحروف زي المذيع او المذيع بيجوا يتكلموا كده او الخطيب العمال في المنبر بنجيب الحروف الصعبه جدا ورا بعضيها وتتغنى ازاي. فنيجي مثلا حرف الزين ده صعب قوي في الغنى الزين. فنقول مثلا ايه زين من وزنك بما اتزنك وما وزنك به فزنه. زين من وزنك يعني بالسرعه دي زين من وزنك بما اتزنك وما وزنك به فزنه وما تهربش من اللغه. او قد وقد كتير قوي ما اقول قد وقد ورا بعض القد الاولانيه تبقى قاف دال والثانيه تبقى كد ان قد قدمته مش كده. عايز اقول ان قد قدمته معذرتي مثلا. الشيخ عمران كان يقول كده يعني من ضمن حاجاته يعني. اقول ايه اني قد إن تتقلب طبيعي اني قد مفيش اساس. لكن بصي دي مثلا لي في نوالك يا مولاي امال لي في نوالك يا مولاي امال من حيث لا ينفع الاهلون والمال وليس لي ولمثلي غير جودك يا من لا تدانيه أشباب وأمثال فجد علي ولاطفني بعفوك عن ذنبي فشأنك إنعام وإفضال إني قد قدمت معذرتي إني قد
قدمت معذرتي يا صاحب اللطف. عشان انا توصل لل حتى في الطباشير بتاع زمان لما كان يقول الشيخ طه الفشل وبطانته، حتى لما كان يرتجل في الجمل عشان استطعمها. يعني البطانه يقول ايه؟ نادت بك الرسل الكرام، الكرام، نادت بك الرسل الكرام، الكرام، نادت بك الرسل الكرام، الكرام، فبش عشان استطعم الموضوع. خليني اكلمه زي دي، انا مش فاهم اللي بيتقال، والله اقسم بالله انا في المهنه اهو، انا مش عارف اللي بيتقال، والله ما عارف، والله ما عارف ايه اللي بيتقال، يعني اللي بيحصل بتاع المهرجانات ده انا مش عارف ولا فاهم منه حاجه. وبعدين دي رساله، دي رساله هنتحاسب عليها اللي بنوصلها للناس حتى لاولادنا. ايوه يعني بدل ما انا ابقى مثلا كمطرب اجي اتكلم مثلا عن ايه؟ عن صله الرحم وعن الجيره وعن 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 الحاجات ديت، اوصل معلومه للناس. لما صعبة، انما ده بيوصل ايه؟ صعبة الالفاظ والحروف تقيلة، فمش اي حد هيعرف يقولها. بالظبط بعد اسبوع ولا 10 ايام خلاص هو نفسه المطرب اللي هو بتاع المهرجانات ده نسي الاغنية نفسه، نسي اللي كان بيتقال ايه اساسا. طيب خلينا بقى نستمتع بحضرتك وبصوتك الجميل، هتسمعنا ايه؟ كلمات الشاعر امل الطير. مش عارف اشكرك ازاي. طيب اتفضل. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام يا نور الحق يا نور الإيمان، يا نور الحق يا نور الإيمان يا رب. مش عارف أشكرك إزاي على اللي عملته كتير ويايا، ولا خايف من بكرة الجاي من تتملي يا رب معايا. مش عارف أشكرك إزاي، مش عارف اشكرك ازاي على عملته كتير ويايا، ولا خايف من بكره الجاي من تتملي يا رب معايا. واقف جنبي في كل دقيقه وبترضيني باي طريقه، وبتفرجها في عز الدقيقه، قول لي حرد ده كله ازاي؟ انا مش عارف. عطفي وستري وصحة ادتني، عطفي وستري وصحة ادتني، ومغرقني يا رب في خيرك كل ذنوب، كل ذنوب. واللي مطمني اني لا يمكن اعبد غيرك، واللي تعبني وفيا مقصر، اللي تعبني وفيا مقصر، ان انا رغم ده كله مقصر، واقف جنبي في كل دقيقة وبترضيني بأي طريقة، وبتفرجها في عز الدقيقة، قول لي حرد ده كله ازاي؟ انا مش عارف. اسالك ما اسالش غيرك،
يا رجاء السائلين استجب يا ربي واقبل يا سامعني في كل حين يا إلهي انت جاهي وانت أعلم بالعباد يا إلهي انت جاهي وانت أعلم بالعباد افتح الأبواب لعبدك واهد عبدك للرشاد أسألك ما أسألش غيرك يا رجاء السائلين استجب يا ربي واقبل يا سمعني في كل حين يا كريم اكرمني عندك خد بيدي يا مغيث يا كريم اكرمني عندك خد بيدي يا مغيث بالدموع يا ربي جتلك من عذابك استغيث اسألك ما اسألش غيرك يا رجاء السائلين استجب يا ربي واقبل يا سمعني في كل حين. جميل جميل يا أستاذ عبد الرحمن. وعايزة أعرف لما بيكون عندك حفلة طقوسك بتبقى إيه؟ بتستعد إزاي؟ بتستعد قبلها بقد إيه؟ بتختار الأغاني حسب كل حفلة مختلفة عن الأخرى؟ أقول لك على حاجة تصدقيني؟ أنا عمري ما رحت حفلة ولا برنامج ولا كل اللي أنا بقوله دلوقتي ولا الفرقة تعرف أي أصلا إيه اللي بيتقال دلوقتي خالص. أقسم بالله لازم بحكي لك كده. يعني سايبها كده على حسب زي الجو اللي أنا فيها على حسب ما تيجي. يعني إيه ممكن نبقى مثلا يعني أقول لحضرتك يعني من ضمن المواقف يعني رحت مناسبة فطلع غني الأغاني الشعبية بتاعتي اللي بقولها بتاعت الفرح يعني. ولقيت الفرح كله العمم اللي هي بتاعت النوبة اللي هي الكبيرة دي. فهم كانوا جايبين في الفرح فرقة فنون شعبية عشان ترقص لما اللي عارف اللي بيبقوا الرقص الصعيدي والنوبة وكده. ايوه. فأنا بصيت للناس كده قمت قالب الموضوع النوبي. النوبة بتاعتي أنت عارفة اللي هم حلاوة يا أيوه حلاواني حلاوة. لقيت كل الرجالة الكبيرة بقى دول الأصل بقى يعني فنون الشعبية دول بيقلدوا. فنون الشعبية بتقلد دول. الاعمار الكبيره بقى والشباب والبنات وكده قاموا يرقصوا بقى الحاجات اللي بيسموها الاراجيل كده. اتقلبت الفقره بتاعتي كلها. اتقلبت لان هو ده جوهم. هو ده جوهم اللي هو اللي هم حابينه دوت. بس حلو ان انت يعني على طول بتتلون وبتكرر انت هتقول ايه. اصل انا دلوقتي المفروض يعني انت جاهز بكل حاجه. انا مش بفرض نفسي انا يعني يهمني اللي قاعد قدام مني يبقى مستمتع بيا. عايز ابقى مستمتع يعني انا عايز وظيفتي انا ان انا اغني عشان اسعده وابسطه مش عشان خاطر الموضوع على هوايا يعني لا انا مش بفرض عليه حاجه. بس هو بس في حدود اللي اتقال يعني. أيوه. يعني ما في مثلا حد يقول لي النبي سمعني مش عارف ايه حاجه كده من الحاجات اللي هي بتاعت اقول له ماليش في انا مش بتاع الكلام ده مش في اللون ده بقى مع اني بسمع كل الحاجات دي يعني انا ليا مثلا ايه بتاع ساعه يوميا كده على القنوات اللي هي اللي بتبقى الحاجات اللي بتاع تحت السلم اللي بتتعمل دي اقعد اسمع الحاجات دي حتى ساعات الواد يستعجبه بالليل بقى خلاص اقعد اسمع الحاجات دي يعني ايه باخد فكره باللي بيجرى. ما هو انت لازم تعرف ايه اللي موجود واحنا فين ايه اللي بيحصل. طيب المنشدين الشباب النهارده يعني رايك فيهم ايه وهم شايفين مستقبلهم ازاي؟ هل هم قلقانين على مستقبلهم في ظل وجود اللون اللي احنا بنتكلم عليه ده ولا هم مطمنين ان ده مختلف عن اللون الاخر فهيفضلوا هم موجودين على الساحه؟ لا بالنسبه للانشاد في مصر احنا كانت لينا الرياده. العالم كله العالم الاسلامي كله عموما بيقلدوا القراء بتوعنا يعني مثلا بتوع اندونيسيا جنوب شرق اسيا عموما يعني دول كلهم بيقلدوا مثلا ايه الشيخ عبد الباسط الشيخ مصطفى اسماعيل حتى بيقلدوا حتى كل الفرق كلها اللي جايه من بره اللي هي اللي جت لنا دي اللي هم يعتبروا شدوا البساط من تحت رجلينا اللي عاملين الفرق اللي في مصر اللي موجوده دي كلها هم بيقولوا شغل المشايخ بتوعنا. إيه هو الجميل ربنا يبارك في عمره
حبيبي واخويا الشيخ محمود سين التهامي عمل مدرسه للانشاد الديني، وعمل شبه عمل نقابه للانشاد الديني يعني. ففيها فيها فيها بنات وفيها وفيها اولاد وكده، فموضوع جميل لان ما كانش قبل كده. احنا اتعلمنا ازاي؟ انا اتعلمت بحكم مثلا قربي وانا قاعد مع المشايخ. ما فيش مدارس للانشاد الديني، ملهاش مدارس خالص، ما فيش مدارس خالص خالص. احنا اتعلمنا كده. امال اللي عاوز يتعلم يتعلم ازاي؟ هو حاليا بقى دلوقتي من فتره قريبه كده الشيخ محمود ابن عمنا الشيخ حسين التوامي عمل مدرسه انشاد ديني، عمل نقابه اسمها نقابه المنشدين وعمل مدرسه انشاد الديني. ايوه ابتدى يختار اماكن كده يروح لاولاده وكده، بيبتدوا يحفظوا بقى ويقولوا معاه حاجه جميله قوي، حاجه وعيال بتسمع اصوات جميله قوي سواء في الـ في الـ في الـ في الشبابي او في الشباب او البنات. تمام. بيغنوا حاجات جميله عشان حتى امتداد للانشاد، لان بعد كده المشكله زي موضوع الموال ابتدى يعني في مصر هنا بدايه الانقراض. مش موال خلاص، حتى كل اللي بيغنوا شعبي صدقيني انا بتكلم عن لساني، وكلهم هل ده عشان المستمع وكلهم اخواتي وكلهم حبايبي هم ما يعرفوش حاجه عن الموال. هل ده عشان المستمع دلوقتي هو مش مقبل على الموال، فبالتالي انت مش لاقي اللي توصل له الموال؟ هو ما بيتعرضش عليه الموال، ما فيش موال بيتقال له. ما فيش موال بيتقال له. يعني مثلا عليك مثلا ايه، انا فاكر في مره احنا كنا في بورسعيد في حفله مع مرحوم شفيق جلال. فبعد ما ركبنا الباص بتاعنا وماشيين رجعونا تاني عشان بقاش مولى بعلم الصبر. ما اقول ما قالش مولى بعلم الصبر، حاجه بتميز يعني من ضمن الحاجات المميزه. يعني انا مثلا من ضمن المواويل اللي بقولها، بس هو طبعا مش مجاله خالص النهارده عشان ما تقوليش يعني، ده اشهر حاجه اشتهرت بيها لفيت بيها الدنيا، مولى الام حنان الام. لو في من العمر باقيه ان شاء الله في مناسبه كده ان شاء الله ابقى اقوله لك يعني. دي من الحاجات اللي انا مشهور بيها قوي يعني. لو انا رحت المكان لحد دلوقتي يوميا شغال مثلا وما قلتش ده، تبقى مشكله كبيره. يبقى انت ما خلاص، ما الدنيا كلها عارفه ان دي حاجه لازم تتقال. فانا بعلم الصبر ده، ما هو فنشوف الناس ما ينفعش، لازم يتقال، لازم شفيق جلال يغنيهم خسيس قال القصيد تعالى اشتغل عندنا خدام، الحاجات المهمه جدا وعنده تاريخ وثروه من المواويل، بس لازم يقول ده. ولحد جيل، لحد ما ابتدى حكيم وطارق الشيخ اللي بيقول المواويل ده، تعرف مين دلوقتي؟ احمد شيبه. على ولعبت يا زهر. لا وموال عاديه كمان حره، لانه كمان احمد شيبه في ميزه بقى ها، ان هو ايه يعني، احنا بنقول حاجه اسمه مطرب كشكول. مطرب كشكول ايه بقى؟ مثلا ممكن تقول لي ما تسمعني حاجه الوردة اقول لك ورده. طب ما تسمعني نجاة اقول لك حاجه النجاة. ما تسمعني حاجه لشاديه اقول لك حاجه لشاديه. ما تسمعني كارم، ما تسمعني اي حاجه من اي حد يخطر على بالك من قدامك دلوقتي تقولي وكذا عبد الرحمن اقول قايل لك قايل منه على طول. هو عنده ده، عنده التاريخ، عنده تاريخ الاذاعي كله لدرجه حتى في مويل بيقول احنا لسه كنا في مناسبه قريبه لسه من اسبوع انا وهو، فقال هو بيغني مويل من بتاعت انا من اللي انا بقولها يعني. حتى مره اتصلت بيه على الهوا بقول له ايه يا عم انت النهارده، قال لي والله يا عم عبد الرحمن انا بقول كل حاجه حلوه من الحاجات اللي انت بتقولها. فواحد جه بيتكلم معاه في الحفله الكلام ده، والله العظيم اقسم بالله من اسبوع قال له الكلمه دي. هو انسان طيب قوي يعني ويستحق كل تقدير يعني، عارفه. فبيقول له يعني انت انجلته عبد الرحمن بيقول معاك، قال له انا بقالي انا 20 سنه بغني الاغاني بتاعت عم عبد الرحمن. طبعا الكلمه دي اما قالها لي هو بقى مش اغاني عبد الرحمن بس، هو بقى بيقول لعبد الاسكندراني، بيقول لشفيقه، وبيقول لجمال الشيحه، وبيقول لهنيات شعبان، بيقول لكل حاجه في السوق. كشكول متمكن يعني، كشكول ده بمعنى متمكن كل حاجه. لكل حاجه يعني، عايزين نسمع يعني، بقول لك بص اللي يخطر على بالك عايز تسمعي مين نقول كذا خلاص اللي تلاقيها موجوده عنده. فدي بيزا هو دلوقتي بيهتم بالموال يعني. هو انا فاكر اخر مره اخر حاجه الجيل الموال اما حكيم قال يعني منك يعني دي بدايه ما ابتدت الموال، انك تقولي موال يخلص موال. انما اي غنوه كان في الاول لازم قبل ده كان في حاجه اسمها مقدمه موسيقيه اتلغت. يعني المزيكا نفسها اللي هي غذاء الروح اللي هي بتعالج روحنا، المزيكا مش عبد الرحمن بيغني ولا فلان ولا علان، الموسيقى نفسها اللي كانت قبل اي مقدمه موسيقيه للسيده ام كلثوم او الحبيب الناس دي مقدمه اتلغت. ما فيش مقدمه ولا اي مطرب، ما فيش خالص دلوقتي. انسي. ما فيش مزيكا. الشكل اتغير تماما، لان دي ثقافه، بقت ثقافه دلوقتي، بقت الموضوع الثقافه الفنيه او ال انا يعني انا مشفق جدا على الـ على الـ على الجلد، مفيش حاجه بيسمعها. مفيش حاجه حلوه يسمعها غير اللي هو اللون ده، هو ده اللي قدامه. واستعجب بقى الاقي ولاد قد كده عمالين يقولوا الكلام ده بقى كاني مثلا ايه عارفه حافظها زي اسمه. ايوه صح. طب هو الكلام ده بيقول ايه او معناه ايه او ايه ما اعرفش.
أستاذ عبد الرحمن، أنا عايزة منك حاجة لجيل العظماء. مين من جيل العظماء هتقول لنا له شعبيات؟ هنقول أنا بعلم الصبر يصبر على صبر حبيب جارنا للفنان شفيق جلال. طيب نسمعها معاك. أنا بعلم الصبر يصبر على صبر حبيب جر، أنا بعلم، أنا بعلم الصبر يصبر على صبر حبيب جر، وبقول يا صابر صبرك علينا حتى يجي جرنا، إن كان غيرنا حلي وإحنا اللي مررنا، الله يهون عليهم وإحنا يصبرنا. قال يا لمون لمون العوازل واحنا لملمنا، قال يا مش مشينا في هواهم واللي مشوا هم، قال يا خخنونا الحبايب واحنا لمخنا، قال يا نبقي نبقي عيش وملح كان يوم بينا، يعود ريحان مريح قلوب سابق ريحوك جما، يا قلبي اصبر يا قلبي دول اخر عشرتك جما، انا نادر عليا يا دار لو عدنا كما كنا، انا لزوقك يا دار بالورد والحن، واجيب عزولي قصاد عيني شاجد البنا، واقول لقلبي اصبر يا قلبي دول اخر عشرتك جم. جميل. مشاهدينا النهارده يعني استمتعنا بصوت المنشد عبد الرحمن بلاله، وقضينا وقت طيب في ذكر النبي عليه الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين. بشكر حضرتك وبشكر فرقتك الجميلة اللي كانت مصاحبانا النهاردة في ليلتنا الحلوة في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وسيب حضرتك تختار حاجة تختم لنا بيها النهاردة. هنقول قلبي يعشق كل جميل. تمام، حلو قوي. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفت يا ما شفت جمال يا عين، واللي سبق
احلى في الحب قليل قليل وندم واللي هويته اليوم دايم وصعوده اللي هويته اليوم دايم وصعوده لا يعاتب اللي يطوب ولا في طابع تخضعلي وتجيني طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته اليك لو تحسبه بايديك اللي هديته اليك لو تحسبه بايديك هتشوف جمالي عليك من كل شيء اعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا